طيب هلا هناك كان سهل اني احسب التوتال هارمونيك ديستورشن تبع السيجنال كلها، هون صعب اني احسب التوتال هارمونيك ديستورشن تبع السيجنال كلها. شو بدي اضطر اعمل الان؟ خلص بدي اضطر امشي التوتال هارمونيك ديستورشن للكرنت بده يساوي هون راح احط الواحد ار ام اس، وفوق شو بدي اضطر احط؟ اي 3 ار ام اس تربيع زائد اي 5 ار ام اس تربيع لحد التيرمز اللي بقدر عليهم، لاني انا مش عارف هون شو كان السهل. ايش كان سهل بالفولتج اني احسب مباشره من السيجنال زي ما عملتوها بالامتحان؟ هذا واضح 200، وحتى لو كان هذا مش 180 درجه، لو كان اقل بتعرفوا تحسبوها كنتوا زي ما عملتوا بالامتحان، مش هيك؟ الزمن بضرب الزمن قديش الزمن نسبه الزمن اون وبربع الماجنتيود، مش هيك؟ تحت الجذر. لكن انا مشكلتي هاي الويف فورم ما بعرف اتعامل معها بشكل سهل، ما في عندي شيء. يعني بدي اعمل انتجريشن، بس بدي حتى اعمل انتجريشن لاجيب شكلها. فهون ايش مضطرين نعمل؟ بدي اخذ اكبر عدد تيرمز بقدر. قديش انا عندي؟ كم تيرم عندي هون؟ عندي 1 2 3 4، والمفروض انه كفايه. هلا ممكن اخذ تيرمز اضافيه بس ما راح تساعدني كثير، خلينا ناخذ هذول الاربعه تيرم. اذا شو بصير عندي؟ اي 3 قديش؟ 1.18 تربيع زائد 5.445 تربيع زائد 0.23 تربيع، واخر شيء 0.14 تربيع. هذول كلهم تحت الجذر على 7.1. قديش بيطلع؟ 0.1823. او بدك تحطه اذا بدك 18 23%. اذا التوتال هارمونيك ديستورشن للكرنت اقل من الفولتج اللي ساعدني. لو انه هذا ريزيستيف لود شو كان شكل الويف فورم تبعت الكرنت راح تكون؟ نفس الفولتج. التوتال هارمونيك ديستورشن إلها راح يكون نفسه. مين اللي ساعدني؟ هذا يمكن شوي بجاوب على سؤالك. مين اللي ساعدني حسن التوتال هارمونيك ديستورشن؟ اني وضعت اندكتيف لود منهم.